من الاسلام، انا بطمنك البعثه كلها بخير الحمد لله، والكل وصل بالسلامه الى الفندق. دلوقتي هم بيتناولوا طعام العشاء وطالعين علشان يتم اعداد الشنط والجوازات والتذاكر عشان يوصلوا للمطار وكرمه الله. انا يعني بقول انه كانت البعثه على اعلى نموذج من الاخلاق والانضباط والمستوى الفني، وكان هناك يعني تمثيل مشرف لمصر كلها، وكلنا راجعين رافعين رؤوسنا. وبشكر ايضا السلطات السودانيه اللي يعني بذلت كل مجهود ووقع منها مصابين في سبيل حمايه البعثه. وبشكر ايضا السيد وزير الشباب والرياضه المصري اللي كان على اتصال مستمر بالبعثه واستجاب لكل طلباتنا في انه كلم السيد وزير الطيران علشان لو في اي تاخير بعثه ولا حاجه مصر الطيران تستنى لحد ما يتم سفر البعثه. الحمد لله هنسافر في ميعادنا وكل الامور ماشيه على ما يرام تماما، وبطمن جمهور مصر كل البعثه على اعلى مستوى وكل البعثه بخير ان شاء الله الحمد لله. سياده السفير، كان هناك بعض من الجماهير المصريه الاهلاويه المتواجده في الاستاد، طمنا برضو عليهم. لا طبعا كابتن محمود الخطيب يعني دائما بيضرب المثل في القياده، والحمد لله لان كنا متفقين على كده. احنا غادرنا اخر يوم سواء السفاره او البعثه او الكابتن محمود بعد ما اطمنا تماما على ان الجماهير الامن السوداني مشكورا جاب باصات وجاب ميكروباصات ليهم وخرجوا في حراسه الامن لحد ما خرجوا من نطاق الاستاد، وطمنا على تحليلهم جميعا. وبعد كده احنا تحركنا بعد ما اطمنا على جمهور النادي الاهلي. اذا كل الامور جيده، البعثه موجوده بشكل جيد دلوقتي، هيحضروا هدومهم وهيروحوا على المطار. جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في الاستاد وصل بالسلامه، اللي وصل بيته وصل، واللي هيرجع مصر هيرجع. اذا كل الامور جيده يا سياده السفير. لا الحمد لله الامور كلها منتظمه تماما. احنا في الفندق دلوقتي، البعثه بتتناول طعام العشاء، وبعد كده هيتم حزم الشنط والتوجه فيها الى المطار، وبعدين البعثه هتتوجه الى المطار علشان تسافر، وكل الامور ماشيه كما هو مقرر لها. وما فيش اي الحمد لله كلهم بخير، ولادنا كلهم بخير، والبعثه المصريه كلها بخير، والجمهور المصري الحمد لله كله بخير، لم تحدث اي اصابات. طب الحمد لله يا فندم. في نهايه هذه المكالمه انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. الدبلوماسيه المصريه الحقيقه قامت بمجهود كبير جدا منذ اندلاع او من بعد نهايه مباراه النجم الساحلي وحتى بدايه هذه المباراه او حتى الان الحقيقه. فالدبلوماسيه المصريه طبعا متمثله في السفير حسام عيسى، فانا بشكر حضرتك وبشكر كل اللي متواجدين في السفاره وكل العاملين في السفاره. انا عارف ان حضرتك هتقول لي ان ده واجبكم كل حاجه، ولكن يجب الشكر لان احنا عارفين المجهود المبذول خلال هذا الأسبوع بالكامل للوصول إلى نقطة الأمان وهي فندق الإقامة، ومن بعدها إن شاء الله مطار الخرطوم. أنا بشكرك على الصورة المشرفة للنادي الأهلي لاعبيها وإدارة وكل المسؤولين على أعلى مستوى فني وإداري ومدني وأخلاقي. ألف مبروك للنادي الأهلي بهارد لك لفريق النادي الأهلي. النادي الأهلي كسب باستحقاق، وفريق النادي الأهلي كسب بشرف، وإن شاء الله نكمل ونمثل وجه مصر والسودان في الحد الوصول للبطولة. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة السفير، السفير حسام عيسى السفير المصري في السودان. الحقيقة قام بواجبه على أكمل وجه، هو وجميع العاملين في السفارة المصرية عارفين أن ده واجبهم وعارفين، ولكن الضغط كان هذا الأسبوع كبير جدا جدا لأن هناك أمور يعني كانت صعبة جدا خلال هذا الأسبوع، تشكيك وتحريض وظروف صعبة وتشكيك وتحريض من صفحات لمنافسين إفريقيين في البطولة الإفريقية ومنافسين محليين. الحقيقة كان الموضوع زيادة عن حده خلال هذه الفترة، ولكن الدبلوماسية المصرية والإدارة الاحترافية للنادي الأهلي الحقيقة استطاع معا الحقيقة أن هم يعدوا بهذه المباراة إلى بر الأمان. نرجع مرة تانية دكتور أحمد إلى